حقيقة الصمت المطبق والاكتفاء فقط بالاستهجان والاستنكار والإدانة يعني اليوم نحن إزاء مرحلة جديدة. أعتقد أن الخارجية يكمن دورها في هذه المرحلة يكون دورها أكبر من خلال اللجوء إلى المحافل الدولية، إلى مجلس الأمن، إلى منظمات عالمية، إلى منظمات محافل دولية، لأن الذي يحدث فيه يعني فيه شهداء، فيه خسائر مادية، فيه خسائر بالممتلكات. يعني يقصفون قيادي في اليبشة تابع إلى البككة، وبعد ذلك يقصفون طبابة، وبعد ذلك يتسللون، وبعد ذلك يضربون، وبعد ذلك يقيمون ويحددون أكثر من 37 موقع عسكري. يعني قيادة العمليات المشتركة اطلعت بدور فيما يتعلق بتهيئة كافة مستلزمات ما يناسب الرد، لكن العراق دائما هو يمسك بزمام المبادئة وحقيقة يلتزم جانب الهدوء، الهدوء المطبق. وإلا لدينا نستطيع أن يعني أن نرد بالجانب الاقتصادي. العراق لديه تبادل تجاري أكثر من 16 مليار دولار سنويا، هذا وسط انهيار الليرة التركية. مدية الاستخبارات العسكرية دعني أقول لك نقطت وكان لديها علم وما زال علم كامل بكافة المواقع العسكرية لتنظيم عفوا للضربات للمعسكرات التي تقيمها في تركيا. حلول قد تلوح بالأفق لكنها ليست حلول رئيسية، قد تكون هي جزء من الحلول. لا، نتحدث عن أحداث يومية أستاذ فاضل، يعني القصف ليس قبل شهرين أو ثلاثة، القصف مستمر، التدخلات مستمرة، الانتهاكات مستمرة، تجريف القرى، يعني أكثر من 77 قرية ربما جرفت إلى الآن، لم يكن أكثر، تتفضل أنت ب 37 موقع عسكري، بالتالي الانتهاكات مستمرة وهو احتلال لأراضي عراقية. هل هذا هو التوصيف المناسب أم أن هناك توصيفا آخر؟ يعني هو لا نستطيع أن نسميه احتلال. احتلال هو وضع قدم عسكرية والسيطرة بصورة مستقرة وآهلة. لا تستطيع تركيا أن تقدم على مثل هكذا يعني خطأ واعتداء صارخ، لكن نحتاج إلى دعم دولي، نحتاج إلى عدم السكوت الدولي، نحتاج إلى تصريحات سياسية من قيادات سياسية نافذة، نحتاج إلى تجنيب المصلحة وتغليب المصلحة الشخصية على حساب مصلحة البلاد. وإلا يعني اليوم قوتنا الجوية جاهزة، لكن نحن لا نريد أن نفتح ثغرات. عراق 2000 ما بعد 2003 غير عراق ما قبل 2003، لدينا قوات دفاعية، نمتلك جيوش ونمتلك قوة عسكرية دفاعية وليست هجومية غاشمة. إذن ما الذي ينتظره العراق سيد فاضل للرد على هذه الانتهاكات بشكل عسكري ربما، وما الذي ينتظره العراق بالنسبة لوزارة الخارجية بتدويل هذه القضية، هذه الانتهاكات مع وجود إدانات دولية؟ يعني سيدة هبة، بالفعل نحن نتطلع إلى أن تقوم وزارة الخارجية بعدم الاكتفاء بالإدانة والاستهجان والاستنكار، إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الأمم المتحدة، محاكم العدل الدولية، لأننا ندفع يعني ما بين يوم ويوم ندفع شهداء، ندفع قيادات عسكرية، ندفع قيادات أمنية، يعتدى على جبال قنديل، يعتدى على الإقليم. هسه الإقليم يعني هو جزء من العراق، وبالتالي حتى إذا سكت ولم يستطيع الرد سواء كان بالتصريح أو بالتلويح، لكن لدينا حكومة اتحادية. لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى قرار حازم بهذا الموضوع، وإلا لو ترك القطع لغفى ونام، لو تركناهم هكذا سيتغطرسون أكثر وسيتمادون أكثر. وهو يعني نحن نتكلم عن هذا الاحتلال وهذا الاحتلال، وهذا يعد أدل مصادق الاحتلال، لذلك نحتاج إلى يعني ردود جريئة ونافذة في هذا الخصوص. طيب عفوا علي، هل من علاقة بين هذه الانتهاكات وبين اتفاقية أزمير التي ستنتهي قريبا لإعادة رسم الحدود التركية العراقية؟ يعني أولا لا أعتقد أن هناك متلازمة، لأنه هم طبعا الأتراك يعني يتذرعون بوجود البككة وحزب العمال يلاحقونه داخل الأراضي العراقية، وأعتقد أيضا الحدود من جهة سوريا الديمقراطية قسد أيضا نوعا ما هناك تسلل، رغم أن قيادة العمليات المشتركة وضعت موانع وخففت عمليات التسلل، رغم أن مدية الاستخبارات العسكرية أساسا قسد مدعومة من تركيا. يعني لماذا تكون هشة أمام يعني متطلبات تركيا بدخول المتسللين؟ لا، التسلل هنا يدخل ليزيد الوضع تأزيما، قد تكون هناك عمليات مناوشات بينها وبين اليبشة، واليبشة هي يعني جزء من منظومة
منظومة البككة، وبالتالي يعني حتى احنا حتى انا عندي ملاحظات على البككة، البككة يكون عليها ان تنضبط وتلتزم طالما هي على الاراضي العراقية ولا تستفز الجانب التركي ويتذرع الجانب التركي بهذه الطلبات. طيب استاذ فاضل، علاقات اقتصادية كبيرة جدا مهمة جدا بسقف اقتصادي عالي بين العراق وتركيا بمقابل علاقات يعني داني اسميها حسن جوار سيئة جدا، لماذا هذا التشوش في هذه العلاقة بين هذين البلدين؟ يبدو أن الجانب التركي يحاول أن ينأى بنفسه عن الخلط بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، يبدو أنه العسكر يختلفون هذه المرة. ماذا عن العراق؟ لماذا لا يستخدم هذه الورقة ضد هذه الورقة؟ مو أغلب الأغلب الإكسبورت يصير هو برايفت يعني أستاذ علي شخصي. وليس جفرمنت يعني مو استيراد حكومي يعني عبر بوابات إبراهيم الخليل تكون بطريقة يعني تجارية من تجار مدنيين. طيب باختصار الآن بما أن الوقت داهمنا، ما هو مدى التنسيق بين البشمركة والقوات المسلحة العراقية بقيادة العمليات المشتركة؟ يعني كان هناك اجتماع ممتاز كان برئاسة الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري والفريق الركن فائز المعموري الأسبوع الماضي العسكرية. نعم وتم وضع النقاط على الحروف، وأعتقد أن الأخوة في البيشمركة يتعاونون بشكل واضح وجيد وإيجابي مع المركز ومع قيادة العمليات المشتركة، وأنا في تقديري كل القوات بما فيها البيشمركة هي تقع تحت أمر قيادة العمليات المشتركة.